عويسي عطونا صور لابو سراج، اذا في صوره لماجد عطونا الصور يا شباب. ما بشي يلا يا رب بيشوف وجهكم. والله تشوف وجهي. ما في وجههم مصايده. والله تشوف وجهي. الا كلها صغار. يلا عطونا. الله منو؟ محمد ياسي. الله المستعان. ياسي ايش حالك؟ مضبط الشعر ومدلع الشعر. هذه متى يا رب؟ والله ما حيد. ولا اذكر. ما اذكرها والله. زمان. اكيد انها من زمان. قد درست؟ شوف نظرة الثقة. يمكن. اكيد اني دارس احنا دارس. طيب وهذه وش صوره المدرسه ولا صوره تذكاريه؟ لا 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 هذه صوره عند تذكرت الحين عند خاله يا سعيد بن خليفه. اي ونعم بحالكم. اذكر الصوره كان هو يالس وانا يالس على الدار. كنا سايرين حق واحد من عيال نسوي له جواز فصوره هم دخلنا انا وياه نصور. صورنا الولد الصغير بعد ما خلصنا صورنا انا وياه وطلعنا. بس الصوره هذه يعني من وين حصلتها؟ طيب خلنا نشوف صوره ثانيه ايش رايك؟ يا رب يلا اسلم. يلا اسلم. هلا عطونا الصوره الثانيه. الله هذه قريبه. لا مستحيل دي. وين قريب؟ شوف كبرك كيف تقول قريب. بس ملونه هذه مزبطه فوتوشوب. لا لا الله يرحمه ان شاء الله ويغفر له في اليوم الطيب. من جدي محمد بن حمد. الله ان شاء الله يعلى لين قدام بيته. كان بيته فترات بس هني وقت القير ايام الحرب 7 8 9 من يبدا المدارس خلاص نرد مكان ثاني عرفت. فالصوره اذكرها فكاني اشوفها قدام البيت بس من زمان ترى يمكن صف الاول عمره 7 سنين يمكن. اي يعني بعد الصوره اللي قبل شوي ولا قبلها؟ لا ولا لا ماني قبل هذه. قبلها هذه قبلها. اي قبلها هذه قبلك زين قبلها من مد بعد. بس منين حصلها؟ لا يجيبون ما شفت الجمهور والله انه يجيب شيء ما تتوقع انت مره ولا وتمشي بثقه فجاه تشوف شيء قدامك تنصدم. طيب عطونا الصوره الثانيه محمد. اكيد محمد سراج. لا تكفى ابي وجه محمد سراج وهو صغير. والله ما تضحكون. الله فتي شب محمد بعد. لا في صور غيره الحمد لله ما جت الذي في صور غيره. هذه متى؟ هاي اتوقع ايام الدراسه. اي صوره يعني صوره مدرسه. اي الظاهر صوره اول ابتدائي. اي اول ابتدائي. الله المستعان. سدري ايش قوم اكبر؟ ادري. طيب عطونا صوره ثانيه. ايش اقلب سويت؟ امزح. عطونا صورة ثانية خلاص؟ اشوف. طيب عطونا صورة ماجد. عطونا ماجد. انا بشوف ماجد يوم صغير وين هذا؟ حسنا مو متغير شكله. الله. ايوه. يا سلام. العقال. امش. ما تغير شيء. انا لو تبيني حلف ان العقال مو بله حلف. صح؟ مو بلك. قالت سبحان الله دائما الصغار ما ياخذون عقلهم، اما عقال ابوه ولا عقال اللي في المكتبه ولا هذه وش ذا الصوره؟ شخصيه. والله ذي الظاهر انها ثاني ابتدائي ما ادري ولا ابتدائي. ايه ثاني ابتدائي. نعم. والعقال من وين؟ العقال الوالد الله يبيح منه. الوالد الله يجعله في الجنه ويغفر له وتجاوز عنه ان شاء الله.